QS 103 akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 106 dan seterusnya dengan qiraat Imam Nafi', riwayat Qulun dan Warash. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam an السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يرد دونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن تعملون بصير صدق الله العظيم.